يا شباب، الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديوهات الصغيره دي هناخد تريكات مهمه جدا، وهي ملعب سؤال في ثانويه عامه، وافكار اسئله مهمه جدا تيجي في اخر السنه. عندنا اول فكره هنتناقش فيها، فكره الميتوكوندريا. الرسمه اللي انت شايفها دي هي الميتوكوندريا. طيب الميتوكوندريا دي ايه الفكره اللي فيها؟ اولا لو انت لاحظت ان هنا في دي ان ايه بتاعها الاحمر ده مرمي جواها، اوكي؟ فالدي ان ايه بتاعها يعني ايه الدي ان ايه بتاعها؟ ايه ده، الميتوكوندريا فيها دي ان ايه؟ الميتوكوندريا فيها دي ان ايه. طيب يبقى احنا كده عندنا الميتوكوندريا والبلاستيدة الخضراء قالوا لنا فيها دي ان ايه. طب يا ترى شبه اوريه النواه ولا حقيقيه النواه؟ يعني شكل دي ان ايه مرمي لولب ولا شكل كروموزوم مرمي؟ بص كده هتلاقيه في شكل لولب، هتلاقي الدي ان ايه في شكل ايه؟ لولب. يبقى الميتوكوندريا الدي ان ايه فيها بشكل لولب. دي اول ملحوظه مهمه جدا. طبعا الميتوكوندريا دي بيبقى فيها انزيمات وكده، فمحتاجه تبني تعمل بناء للانزيمات بتاعتها، فهي محتاجه الدي ان ايه بتاعها، ومحتاجه الريبوزوم، وفيها ريبوزوم. خلاص، الريبوزوم ده هو مصنع بناء البروتين، ده المصنع بتاع بناء البروتين. فواضح ان الميتوكوندريا عايشه حاله من تصنيع البروتين جواها لتصنيع الانزيمات الخاصه بيها. طبعا انت عارف الميتوكوندريا بتعمل عمليه اكسده، يعني حرق الجلوكوز لانتاج ايه؟ لانتاج الطاقه. طيب دي قصتنا اول ملحوظه. طيب الملحوظه الثانيه اللي احنا عايزين نتناقش فيها، يا ترى انا دلوقتي كجنين لو في عندي جنين هيورث الميتوكوندريا دي من باباه ولا من مامته؟ يعني انا لو عندي ده زايجوت، ده زايجوت، يا ترى الزايجوت ده وارث الميتوكوندريا من باباه ولا مامته؟ بص يا سيدي، فاكر انت قلنا الحيوان المنوي لو ده العنق وده القطعة الوسطى وده الديل بتاعه ودي البويضة، البويضة الميتوكوندريا جواها هنا، اما الحيوان المنوي الميتوكوندريا بتاعته هنا في القطعة الوسطى، طيب اللي كان بيدخل من الحيوان المنوي عشان يخصب، هو مش كل الحيوان المنوي كان بيدخل لحد هنا، يعني الرأس والعنق فقط لم تدخل القطعة الوسطى، وبالتالي لم يدخل الميتوكوندريا بتاعت الحيوان المنوي. يبقى ده حيوان منوي ودي بويضة، مين فيهم الجنين ورث الميتوكوندريا بتاعته؟ ورث الميتوكوندريا من الأم، لأن الأب الميتوكوندريا بتاعته ما شاركتش أصلا ودخلت، دي بتتربي بره. يبقى لما حصل الإخصاب أدي البويضة دخلها رأس الحيوان المنوي والعنق، ولم تدخل القطعة الوسطى ولا الديل، ما دخلتش القطعة الوسطى ولا الديل. وبالتالي لما يجي لك سؤال الزايجوت ورث الميتوكوندريا من الأب ولا من الأم؟ من الأم. طيب نيجي نسأل سؤال مهم جدا، لو جيت أعمل سؤال كمان بين لو ده الحيوان المنوي برأسه ودي العنق ودي القطعة الوسطى وده الديل ودي البويضة، يجي يقول لك قارن بين كمية الدي ان ايه في رأس الحيوان المنوي رأسه بس وبين البويضة. طيب البويضة دي فيها 23 كروموزوم والرأس فيه نواة فيها 23 كروموزوم، عشان دي فيها نواة وده فيه نواة. طيب ايه الزيادة في الرأس؟ هل في الرأس دي ان ايه تاني؟ قال لك لا. هل في هنا دي ان ايه؟ قال لك الدي ان ايه اللي موجود جوه الميتوكوندريا بتاعت الام، مش احنا اتفقنا في البويضه، مش احنا اتفقنا ان الميتوكوندريا والبلاستيدا الخضراء دول عضيات من حقيقيات النواه، موجود جواهم دي ان ايه يشبه اوريه النواه؟ فالواضح ان الميتوكوندريا فيها دي ان ايه برضو، زائد 23 كروموزوم اللي هم 23 جزء دي ان ايه هنا، بيبقى هنا في دي ان ايه زياده. طب لو قارن بين الحيوان المنوي ككل وبين البويضه ككل، لا، كميه الدي ان ايه هتبقى متساويه، كميه الدي ان ايه في الوقت ده تبقى متساويه. فدي